كان اجتمعوا اليوم في رئاسة الحكومة. أولا نشكروا السيد رئيس الحكومة على هذه المبادرة وهذه الفرصة اللي أعطانا باش يستقبلنا باش نعرضوا عليها أولا مشاكل القطاع والحلول والإكراهات اللي محطوطة. ونشكروا السيدة الوزيرة على العرض اللي قدمت من خلاله غادي يكون عندنا مجلس وطني اللي من خلال هذا المجلس الوطني غتكون عندنا فيه استراتيجية عمل ونظرة شمولية للقطاع اللي غادي نخدموا فيه، خاصة أن هذا المجلس الوطني نضافت له قطاعات أخرى مهمة كوزارة الفلاحة، وزارة التجارة، وزارة التكوين المهني، وزارة الثقافة، وكذا وزارة الطاقة والمعادن. المهم مجموعة من القطاعات اللي مرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية واللي غادي تدعمنا إن شاء الله مستقبلا، فإننا نزيد بهذا القطاع الأمام. ونزيد نأكد من هذا المنبر شكرنا وعرفاننا للسيد رئيس الحكومة اللي أعطانا وقته وحتى سمعنا مشاكلنا وسمع ذكريات اللي كنعانوا منها. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.